رضي الله عنه يقول ما أرادوا في رسول الله، فإذا به يبكي إلى رسول الله يذهب، بكى عند الرسول، قال يا رسول الله يا رسول الله لم أصبر فتكلمت فيك وقلت كذا وكذا، فأنزل الرب عز وجل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، أي إلا من قال كلمة الكفر مضطرا لكن قلبه مؤمن ومطمئن بالإيمان لا حرج عليه. فقال النبي لعمار إن عادوا فعد، هذا يضرب وهذا يجلد. صهيب الرومي ضربوه ضربا حتى أغمي عليه، فكان يقول كلاما لا يدري ماذا يقول ولا يعي ماذا يقول. هذا صهيب الرومي، رجل كان كريما عزيزا بين مكة، لكنه لما آمن عذب عذابا شديدا. يعذب هذا ويضرب هذا، حتى مصعب بن عمير ما سلم منهم. مصعب كان أترف أهل مكة، وكان يأكل أفضل الطعام ويلبس أحسن اللباس، وكان أترف شباب مكة. لما أسلم أمه أخذت منه كل أمواله، بل طردته من البيت، وصار رجلا فقيرا لا يدري كيف يأكل وماذا يلبس. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. يقول ابن عباس عن الذين تعذبوا، قال كانوا يعذبون حتى إن أحدهم لا يستطيع أن يستوي جالسا من شدة الألم، بل من شدة الضرب والتعذيب كانوا يقولون لأحدهم اللات والعزى إلهك من دون الله، فكان يقول اللات والعزى إلهي من دون الله، وقلبه مطمئن بالإيمان. حتى أن الجعل حيوان حشرة تمر على الأرض، يقولون له هذا الجعل إلهك من دون الله، فكان يقولون الجعل إلهي من دون الله، من شدة التعذيب ومن شدة الضرب. هكذا كان يعذب أصحاب النبي. لما؟ وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. هذه مرحلة من أصعب مراحل الإسلام، أراد الرب أن يصفي المؤمنين ويستخرج منهم أفضلهم. أبو بكر الصديق وهو يرى أصحاب النبي يتعذبون، يجرون في الرمضاء، يضربون ويجلدون، لم يسكت ولم يقعد، بل ذهب إلى أمواله وأخذ ينفقها في سبيل الله عز وجل. أخذ يشتري فلان ويعتقه لوجه الله، وفلانة ويعتقها لوجه الله. جاء إلى عامر بن فهيرة وهو أحد الذين شهدوا بدرا ومن السابقين في الإسلام، فاشتراه بحر ماله واعتقه لوجه الله. جاء إلى امرأة اسمها زنيرة، امرأة كبيرة كانت تعذب لأنها أسلمت ودخلت في الدين، فاشتراها بأمواله واعتقها لوجه الله جل وعلا. وكانت هناك امرأة من قريش، امرأة كافرة، حبست عندها امرأتين، النهدية وابنتها، كانتا جاريتان عندها، تعذبهما وتكلفهما أكثر من طاقتهما، وأقسمت ألا تعتقهما أبدا لأنهما أسلمتا. فجاء أبو بكر واشتراهما بأمواله واعتقهما مباشرة لوجه الله جل وعلا. رأى بلالا يعذبه من؟ أمية ابن خلف، عذابا شديدا يجره في الرمضاء ويضربه، قال أشتريه منك، فأبى أن يبيعه عليه، فرفع ماله ورفع ثمنه حتى أعطاه إياه بثمن غال، حتى قال أبو بكر والله لو لم يبعني بلالا إلا بوزنه ذهبا لاشتريته.
فاشتراه أبو بكر واعتقه لوجه الله جل وعلا. فجاء والد أبي بكر ولم يكن أسلم في ذلك الوقت، قال يا أبا بكر، يا أبا بكر ماذا تصنع؟ لم تشتري الضعفاء من الناس؟ لو أنك اشتريت رجالا أقوياء منعوك من الناس وكانوا حماية لك. قال يا أبي، أنا لا أفعل هذا الأمر لأجل هذا. قال إذن لم تفعل هذا يا أبا بكر؟ قال أنا أفعله فقط لله جل وعلا، أنفق أموالي لله جل وعلا. فأنزل الرب فيه: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى. لما يا أبا بكر؟ إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. سوف ترضى يا أبا بكر، سوف يرضيك الرب عز وجل جزاء لصنيعك هذا، يشتري الضعفاء والفقراء والمساكين ويعتقهم لله جل وعلا، لا يريد منهم جزاء ولا شكورا. هذا صنيع وفعل أبي بكر في بداية الإسلام.